مصابيح وسماعات وطاولة وكراس. تصاميم متنوعة للمصمم الكتالوني إتشينيك فيتليت. في معرض أثاث سالون ديل موبيلي في ميلانو يحيط به الصحفيون كنجم، وقد حصل للتو على لقب مصمم العام، وهو يقدم في الركن الخاص بدار الأثاث الإيطالية كارتيل تصميمه كرسي الأحلام. إنه كرسي من قطعة واحدة مربوط من الأمام والخلف فقط. يشارك المصمم الإسباني في سالون ديل موبيلي منذ 15 عاماً، وبالنسبة له يعتبر معرض الأثاث الإيطالي أهم مكان في العالم لعرض تصاميمه الجديدة. هنا تعرض أفضل التصاميم، الجميع يأتي للتعرف على ما هو جديد في العالم. هذا هو المكان المناسب لعرض التصاميم التي تم تطويرها خلال سنة أو سنتين، والناس يرون التصميم لأول مرة هنا، ونحن نرى ردود أفعالهم، لهذا نعرض هنا. معرض سالون ديل موبيلي العالمي في ميلانو عبارة عن مؤسسة، فمنذ عام 1961 يعرض في أبريل من كل عام آلاف المصممين، من بينهم مصممون مشهورون عالمياً، والمنافسة ليست بالهينة. استراتيجية إتشيني هي اتباع تصوراته الخاصة. أسمي نفسي دي زونيادور، وهو نوع من صيادي الأحلام. هذه هي رؤيتي أثناء العمل، وهذه النظرة المتفائلة إلى الحياة أحاول أن أعبر عنها في تصاميمي وأتقاسمها مع الناس. في مكتبه في برشلونة يتم تصاميم النماذج الأولى لمنتجاته، وهو لا يكتفي فقط بتصميم الأشياء الجميلة، لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك ويعمل باستمرار على تطوير أشكال جديدة. مهم لي أن أروي قصة، وإذا كانت لديك قصة فإنها تتحول من تلقاء نفسها إلى وحدة كاملة، وهكذا يتطور كل تصميم بطريقة طبيعية. ولد إتشيني فيتليت عام 1972 في إيبيتسا، ودرس فن التصميم في برشلونة. صداقته للمصمم الفرنسي فيليب شتارك تحولت إلى تعاون مشترك طويل الأمد مستمر منذ بداية عام 2000، وفي هذه الفترة صمما العديد من الأشياء، الكثير منها حظي بتقدير كبير. كرسي الأساتذة لدار كارتيل، إنه يعمل منذ عام 2011 لصالح علامته التجارية الخاصة. عودة إلى معرض ميلانو للأثاث، حيث كلفت شركات عالمية كبومدور كويتليت بتطوير مجموعة تصاميم خاصة بالحمام، وقد ركز فيها على الخداع البصرية. المرء لا يعرف أين يكون الموضع الفارغ في التصميم ولا الموضع الممتلئ. الأمر يبدو وكأن الماء ينساب في الفراغ، والفكرة هي إظهار الحمام في بعد جديد. وفي الحقيقة إنه ليس مجرد حمام، بل هو غرفة معيشة داخل حمام. يريد كويتليت أن يجعل حياة الناس سعيدة وسهلة، لهذا السبب تكون معظم تصاميمه متعددة الوظائف، وهو النهج الذي يريد مواصلته في المستقبل. نحن نحلم بكل أنواع المنتجات، بسيارات وطاولات وكراسي وحمامات ومصابيح، ليس ثمة حدود. أريد مثل هذا التصميم لنفسي. إتشيني فيتليت مصمم تثري أعماله منذ أعوام معرض سالون ديل موبيلي.